قناة الآن وسلسلة من الفقرات الطبية اللي تفيدكم أو رح تنزل على اليوتيوب. أنا سألت سؤال في فقرات سابقة، أيهما تواجد البكتيريا أكثر؟ هل هي على النقود؟ هل هي على مقابض الحمامات؟ هل هي في الثلاجة؟ طبعا رح أجاوبكم السؤال. طبعا على النقود هي أقل، بسبب أن النقود تكون دائما بيئتها جافة والبكتيريا لا تنشأ في البيئة الجافة. عندنا مقابض الحمامات كذلك قليلة، لأنه أغلب الأشخاص الذين يدخلون الحمامات لما يغسلوا إيدهم وبعدين يمسكوا مقبض الحمام فرح تكون أقل تواجد للبكتيريا. أكثر تواجدا للبكتيريا هي الثلاجة. طبعا هي معلومة جدا يعني صادمة لكم مشاهدينا، ولكن تكون البكتيريا فيها ب 129 ألف نوع من البكتيريا الموجودة بالثلاجة. عشان كده ينصح العلماء بأنه الثلاجة لابد من تنظيفها كل يومين بالمعقمات وتنظيف الأدراج فيها والتخلص من الطعام اللي ممكن يسبب عندنا يعني تراكم للبكتيريا والفطريات. أتمنى أكون أفدتكم. معكم دكتورة عبير عبدالله، صحتكم تهمنا.